لا تيأسي أن الله سيجعل لك فرج، فكم من داء كان عسيرا فأصبح شفاؤه بإذن الله يسيرا، وكم من معضلات وملمات وكربات ظن العباد أنها لم تنفرج ففرجها رب الأرض والسماوات. ميزة هذه الثقة أنها مفتاح الفرج، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. والذي يعتصم بالله لا يخيب. هذا البلاء أول شيء فيه امتحان الإيمان والصبر واليقين، فإذا وثقت بأن الله عز وجل على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير. أعرف امرأة يعني قبل 3 سنوات، فجاء ابنها وقال الأطباء أبدا، ومعها ورم وكبيرة في السن، فقال له الأطباء: أنت الآن في بداية السنة كلها مسألة شهور، يعني بالكثير رجب، واعتبر أن والدتك الله يرحمها. فحزن حزنا شديدا جاءني، فقلت له: هذا ما قاله الأطباء ورب الأطباء أعلم، فالآن أنت بذلت السبب أنك جئت الأطباء، اضرع إلى ربك. والمرأة صالحة توفيق الله لها، وفعلا ما شاء الله ربك أصبحت ترقي نفسها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبدأ يتقلص يتقلص يتقلص، وكان بدرجة يعني ميؤوس منه. الأمر الثاني، إذا بلي الإنسان بمرض عضال ليس منه من حيلة، فأوصي بعد تقوى الله عز وجل ألا يشتغل بهذا الشيء، بمعنى أن يسلم أمره لله. هو دعا ربه وذهب إلى الأطباء فأخذ بالأسباب ولم يتكل، بعد هذا يسلم أمره لله ويمارس أموره بطبيعته. الشخص إذا أحدث البلاء وجعله هما زاد من همه على همه، بل بعض الأحيان الهم بالمرض يقتل قبل المرض. فلذلك لا بد أن تكون نفسية الإنسان قوية بالله عز وجل.